مثل الغواص ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مثل الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس والقمر. سالم من أبناء غير كذاب. سالم من أبناء الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبك سيدنا محمد وصحبه عدد ما في علم الله. صلاة دائمة بدوام كنا اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك رسولك النبي الأمي عليه وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على الفائض ما قرنا مقمرا لما صلينا وهذه هدية واصلة ورحمة النازلة برحمه. إن أنت ربينا وشفينا سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أهل رات ورائي جميع الأنبياء الأولياء العلماء الصديقين الشهداء جميع الصحابة وقرابة التابعين 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 أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المدريات وآله وأهل بيته أولاد شيخنا في الأقطاب وأولاد سلطان العارف سلطان الهند خرج غريب الباس قام بسم الله شيخنا سيد مالك بن محمد القرشي أولاد شيخنا أستاذنا وقرة عيننا صاحب المقامات الكرامات أستاذ الأساتذة تعدل العلماء قدس الله وسلم شيخنا الشيخ محمد بن أبي بكر باقبي المربوري المسعودي سيم ولي الله قدس الله وسلم خصوصا يطر المدفن في هذه مقيت شريفة المباركة المقام سيدنا وقرة عيننا وقرة عين السيد محمد عمر الفاروق بخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرات أرواح جميع مشايخنا وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء الأولياء العلماء الصديقين والشهداء الصالحين. اللهم زد لهم شرفا لا شرف ينفضنا لا فضلهم عزا لا عز مجاهنا لا الكرامة لا كراماتهم. اللهم عني درجاتهم بالجنة. اللهم ادخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم بيننا وبينهم في جنات جنات النعيم. اللهم انفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنبارهم وبركاتهم في دين الحسين القدير. اللهم بحقهم افتحنا أبواب رحمة. اللهم افتنا فتحا قديما. اللهم افتنا أبواب الخير والبركة والرزق والسلامة والعافية. اللهم بارك لنا فيما نحن فيه بركة تامة كما باركتنا عبادك الصالحين. اللهم يسر لنا راحة قلوبنا أبداننا سلامة العافية في ديننا دنيانا. اللهم يسر عسيرنا سهل أمورنا في البزاد والدنيون واشفي أمراضنا أمراض مرضانا أمراض من أوصانا بالدعاء فاشفها يا شافي الأمراض سليم بلا مصطلحات شفاء تاما يا ذا الجلال والكرام. اللهم وفقنا للتعلم يا التعليم. اللهم وفقنا لخدمة دينك الإسلام. اللهم ربي صلاة وعسر ربي زدنا علما وحلما وفهما وأدبا وعقلا كاملا ربي تميم الخير والسعادة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعلما محلا وقسما من. اللهم اجعلنا من علماء الآخرة ولا تجعلنا من علماء السوء. اللهم اجعلنا من المتعلمين الصالحين الذين تنمين. اللهم وفقنا هنا من صانا بالدعاء حج بيتك الشريف. اللهم ارزقنا وإياهم زيارة نبيك أبيك المصطفى محمد في العمر من أراك الرات بعد مرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع آمين. بجاه شفيع المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.